هدوء كل الهدوء، تكاد تسمع صوت الذباب. هنا من ولاية البليدة وبالتحديد من بلدية شبلي التي تشهد حجرا صحيا بسبب فيروس كورونا. سكان هذا الأخير تجاوبوا بصفة رسمية مع قرار مجلس الأمن بحجر صحي للولاية بأكملها مع حظر التجول. القرار لم يكن سهل الهضم بالنسبة للسكان، خاصة لسكان المناطق النائية الذين تكبدوا العناء من وراء هذا القرار، بحيث اصطدموا بحواجز الأمن ومنعوا من شراء مستلزماتهم الضرورية كالحليب والخبز والغاز. لكن هذا القرار يضر أصحاب المناطق النائية، راهم يعانيوا. وش يعانيوا؟ غلقوا عليهم كامل الطريق، ويعاني باش يوصل يروح يرفد مانبا باش 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 يرفد الخبز. رانا نعانيو من نقص الامكانيات المساعدات، ايضا نتلقاو عراقيل كبيره من طرف الامن ومنطقه نائيه عندنا. يا خويا ما مش يلحقنا لا خبز، ما يلحقنا لا حليب لا غاز لا حتى حاجه. نطلبوا من السلطات توفرنا شويه امكانيات باش نقدروا نونغاجيو باش نقدروا نخرجوا باش نقدروا نبوجيو. ونطلب من السلطات البلديه يوفروا لنا يعاونونا، ولو يوفروا لنا كيفاش نجموا نتنقلوا الى القرى من اجل امدادهم بالمساعدات. سكان القرى والمداشر يعانون في صمت في ظل غياب مسؤولي البلديه. فلولا تحرك الجمعيات الخيريه كجمعيه الابتسامه وكشافه فيلالي وبعض شباب المنطقة بإمدادهم بالمواد الغذائية الضرورية وهروبهم عبر طرق فلاحية لتفادي الحواجز الأمنية لكان الضرر أكبر. أما في المناطق النائية في الأحواش كان بعض الضرر، لأن المأونة ما تدخلش، وكان نقص في الخبز نقص في الحليب حتى الغاز. لكن احنا ككشافة اطلينا باش ننشطوا في هذا الميدان. البارح وزعنا حوالي 400 خبزة، واليوم ان شاء الله نوزعوا حوالي 1300، والايام القادمه ان شاء الله نبقاو وحنا دائما في خدمه الشعب هذا. وحنا كمجموعه ناس الخير شبلي رانا نقوموا بتوزيع الخبز على المناطق هذه في غياب تام للسلطات. نوجهوا لهم نداء، ارواحوا عاونونا، اقل شيء كي تجي توقف معانا يفتحوا لنا الطريق للجندرم باش نروحوا باش نفوتوا للمناطق هذو. اقل شيء راكم واقفين معانا في هذا. حنا نطلبوا حاجه واحده برك، انه السلطات هذه تفتح لنا شويه مجال برك، هذا ما كان باش نقدروا حنا نعاونوا الشعب هذا اللي راه قاعد في الدار. ونطلبوا من السلطات البلديه يعاونونا بتوفير الدعم يكون معنوي ما يسحقوش مادي، برك يعاونونا كيفاش نقدروا نجوزوا على البراجات اللي راهم سيركليل على كل قطاع بلديه شبلي. توصيات رئيس الجمهوريه تضرب عرض الحائط في احتواء السكان المتواجدين في مناطق النائيه، والأدهى الأمر غياب تام لمسؤولي البلدية تزامنا مع معاناة سكان القرى.